سعد الله مساكم، كل خير إن شاء الله، بصحة وعافية. طبعا أكيد اليوم راح نستقبل بعض الأسئلة منكم والمعلومات والأشياء المهمة، حجينا بعض المعلومات وإن شاء الله تكون أسئلة يعني محددة وسهلة نقدر نجاوبها لكم، نعطيكم عليها سواء في السمنة أو في أشياء ثانية ممكن تفيد، بالذات علاج السمنة والأشياء الجراحية. في أسئلة وصلت قبل تحت الهواء على السوشيال ميديا، خلينا نبدأ بأشياء عن التكميم، عمليات التكميم. سعد الله مساكم، شوف أسئلة، تسلمون تسلمون، الناس بيقولوا شكرا على العمليات وأشياء أخرى، تسلمون. خليني أقول لكم، ما في أسعد على أي طبيب، سواء أنا، أنه يجد مريضه حتى بعد سنوات بيرسل له رسالة يشكره على العمل اللي كان فيه، بعضهم يرسل لي من الحرم يقول انا الان بصلي وادعو لك، جزاكم الله خير، شكرا جزيلا، يعني امانه يعني لكل شخص يقدر العمل. واعتقد انه الناس يعني هذا واجب علينا احنا نقدر مرضانا وعلى مرضانا يقدرونا. في سؤال، وزني 72 طولي 60 تقريبا 60 160 يعني، وش الحل؟ يعني تقريبا عندك حوالي 12 كيلو. الناس اللي عنده 12 كيلو ممكن الحمية مع الإبر وممكن البالون، الخيارات الأخرى لا، ما حرام إنه يعني عايز 12 كيلو ممكن حمية مع إبر ممكن تنزل. كان عندي التصاقات بالجهاز الهضمي وتم تحريرها، هل هناك ضرر بالكبسولة الذكية؟ طبعا لا، أي بالون وعندنا عمليات سابقة في البطن. اسمحوا لي أنا أحاول إن نجمع بعض الأسئلة اللي بتمر، لأنه بشكل كثير بتمر، ولكن اللي بقوله انه بالنسبه للبالون، الناس اللي عندهم عمليات سابقه في البطن يعني وعمليات بذات رئيسيه ما نعطيهم بالون. ليش؟ صحيح انه احتمال نادر، سواء البالون الذكي الكبسوله الذكيه او البالون اللي نحطه بالمنظار ونشيله بالمنظار، انه يسوي لهم انسداد في الامعاء. يعني مثلا البالون الذكي بعد 4 شهور بيروح منه السائل وبيطلع في مع الاخراج. طيب اذا عندنا التصاقات حتضيق جدار الامعاء وبالتالي ما يمر بسهوله، فقد يمسك هناك يسوي انسداد في الامعاء. هذا السبب لما نعطيه للناس اللي عندهم عمليات سابقه في البطن متكرره. نفس الشيء لبالون اللي بنحطه بالمنظار ونشيله بالمنظار، صحيح ان نشيله بالمنظار، ولكن في نسبه قليله جدا تروح السائل حتى والبالون اللي نحطه بالمنظار، بعد فتره يروح منه السائل وممكن يخرج مع يطلع مع الاخراج. واذا في التصاقات قد يواجه صعوبه انه يطلع بنفسه هنا. هذا بالنسبة للبالون. بالنسبة لي خلينا نتكلم على موضوع التكميم، هل استطيع عمل التكميم مرة أخرى؟ طبعا في نسبة معينة 15% يمكن أو 20% من الناس اللي يسوون تكميم يرجع لهم الوزن. ليش؟ حجم معدة كبير، أو آكل شوكولاتة وسكر وتمر، أو اثنين مع بعض. فإحنا إيش يجي نقيم ونشوف برنامجك الغذائي إيش وسلوكك إيش في تكميم مع تقرحات في المعدة. نحاول نجيب، واتمنى انه نحاول ندون الأسئلة اللي هو عندنا علشان اللي أعطونا أسئلة ما نفوتهم يعني. فاللي هو التكميم أو عمل التكميم مرة أخرى، فإذا وجدنا على الأشعة جاني مريض في العيادة عنده زيادة وزن بعد التكميم، سوي أشعة نشوف حجم المعدة ونشوف برنامجك الغذائي إيش، ونحاول قدر الإمكان نحسن من سلوكك وغذائك وزي كذا. والله ما تحسن يعني غذائك مقبول، أو إنك عدلت من سلوكك وحجم المعدة كبير ويسمح بإعادة التكميم، لأن في أحجام ممكن نجد إنه كبير يسمح بإعادة التكميم، ممكن أقول لك لا ما يسمح لأنه صغير نوعا ما وسط. أحيانا أسوي كرمشة للناس اللي وسط معدتهم صغيرة، لا هي كبيرة مرة ولا هي يعني ما هي كبيرة تسمح بإعادة التكميم، ولا هي صغيرة مرة نقول ما في، فنوجد إنه في خيار إن ندخل ونخيطها من جوا عن طريق الكرمشة. أو إنه والله وزنك زاد بشكل كبير وحجم معدتك صغير مرة، فنلجأ إنه أحيانا للتحوير المصغر. ففي حلول كثيرة، كل الخيارات موجودة. يبقى السؤال هو إنه الأفضل هو أن يتجنب العودة وأن الوزن يرجع. ولهذا إحنا نقول للناس، وأنا قلت أكثر مرة ونزلناها لكم على في سواء في التلفزيون أو في اللقاءات المتعددة، إنه التكميم ما بعد التكميم هو أهم من التكميم نفسه. يعني التزم تعلم، ولهذا مرضانا لما يجي نقول له ترى أنت لازم تلتزم ببرنامجك، لازم تلتزم باللي هو
وجباتك الصغيرة، ابتعد عن السكر، الشوكولاتات، السكريات زي كذا. دكتور عبد الرحمن حبيبي الله طول عمرك، نسعد بوجودك معنا اليوم. في طبعا هذه جزء رئيسي اللي هو انه ودي اسوي تكميم بس اخاف من الزوائد الجلديه، هل ممكن اسوي تكميم بدون ما يكون في ترهلات؟ وزني 128 وطولي 190. 128 90 يعني عندك الله يسلمك 39 كيلو تقريبا زياده. هذا سؤال ايضا متكرر، طيب انا سويت تكميم ايش اسوي بالترهلات؟ شوف الناس يخافوا من التكميم من شيئين، مش التكميم بس، التحوير والعمليات الكبيره يعني. الترهلات والتسريب او المضاعفات الثانيه، وطبعا في اسئله هنا على المضاعفات والامان. كيف خلينا نقول التسريب نادر جدا، اقل من 1%، وان شاء الله ما يصير، واذا صار له حلول، ولكن هي الدوائر الرئيسيه. شوف قبل العمليه، قيم مريضك صح، سوي عمليه صح، فريق متمكن، عمله، اداؤه، عارف شغله، تخدير، طبيب، كل هذه الامور. في الدائرة الأولى هي قبل العملية، الدائرة الثانية العملية، الدائرة الثالثة هي ما بعد العملية. التزم وتابع مرضاي بشكل جيد، ومرضاي ما تطنش، عندك حرارة، عندك مشكلة، عندك، كلم طبيبك، كلم، ولازم نوفر وسائل لمرضانا عشان يتواصلوا معنا. هذه الطرق إذا سهل أن يكتشف المشكلة وتعامل معها، أمورك طيبة إن شاء الله، فهو آمن بإذن الله. وهي أكثر أمان، عمليات السمنة بشكل عام أكثر أمان من المرارة، من عمليات الزائدة، من أشياء أخرى، فهي إن شاء الله نعمل. إذن السبب الخوف الأول هو من هذه، فإن شاء الله نعمل. الخوف الثاني هو الترهلات. يقول يا دكتور أنا ما أبغى شكلي هزيل كأني مريض، ولا أبغى شكلي ترهلات، إيش أسوي؟ إذن عندنا طرق معينة لازم تنتبه لها. تكميم هو بداية الطريق، والطريق هذا يبغى له شغل. إيش الشغل حقك؟ السنة الأولى التزم لي بخطوات محددة مهمة جدا. التزم بوجبات صغيرة طول اليوم، التزم في تمريناتك وبروتيناتك ومذاكرات، وطبعا بروتوكول تاخذه من اليوم العاشر احنا نبدا، والتزم لي بانك تسوي رياضه خاصه لاوزانك. ممكن 39 زي السائل لما يسال، يعني اعتذر منه لانه فعلا في اسئله كثيره بتمر سريع، وان شاء الله معنا احد الفريق اللي معنا يحاول يجمع الاسئله هذه، فيحاول انه نحاول نجاوب اللي فاتت علينا اسئلتهم، نحاول نجاوبهم بحيث انه ما نخسرهم، يعني ما نخسر انه ما نجاوبهم، اللي يزعلون علينا ما نبغى نزعلهم. فاذا الفكره انه طيب كيف اتجنبها؟ قلنا الغذاء والفيتامينات والبروتينات. ابدأ الرياضة. متى تبدأ الرياضة؟ شهر ونص بعد العملية. أنت من أول يوم تمشي، تحرك، تروح، تجي، لكن روح اشتغل لي في الجيم، اشتغل لي في البيت، مو ضروري والله جيم. الناس اللي بعيد من المدينة، الناس اللي ما يقدرون يدفعون حق الجيم، شوف لك عندك في التلفزيون، ما شاء الله التلفزيونات الحين صارت يعني ديجيتال وصارت كل شيء عليها، افتح لك اليوتيوب وشوف لك أحد المدربات إذا النساء أو المدرب الرجال. واشتغل لي مع زي ما يسوون، وفي اجزاء معينه للجسم، على الجسم، اسفل الجسم، البطن، اشتغل عليه. اعطيك ساعه ساعتين في اليوم قدر الامكان، حاول تكثفها. 6 شهور سنه حيكون جسمك كويس. طنشت؟ نعم، حيصير عندك ترهلات. ولكن الجميل جدا حتى لو صار عندك ترهلات، انا دائما الناس خاصه كبار السن او اللي اعمارهم 50 60 سنه او خلينا نقول 40 او النساء، يقول لك انا ما ابغى. طيب انت الحين عندك 50 كيلو زياده، عندك سمنه مفرطه، عندك سكر، ضغط، كوليسترول، وتفكر في الترهل، ممتاز، من حقك تفكر فيه، بس اي تصلح لك انك تخلص من الامراض هذه اللي معيقه حياتك وبعدين تفكر في الترهل، ولا انك تقعد ماسك هالامراض معاك وتفكر انه ما يصير لك ترهل؟ طبعا لا، الخيار الاول تخلص من الامراض عشان تصير امورك طيبه. سويت العمليه عندك والحمد لله. سؤالي نحفت مره، كيف الطريقه الصحيحه لزياده الوزن؟ سهلة، هذا سؤال مهم جدا. مين اللي ينحفون كثير بعد التكميم او بعد الكرمشة؟ الكرمشة نادرة جدا بسرعة التكميم. ناس ما يلتزمون بغذائهم، تجد يفطر الصباح ويتعشى في الليل، هذا حينحف زيادة. خذ وجبات صغار، معك اخصائي تغذية، واحنا دائما نقول لمرضاي انت ان شاء الله 24 ساعة تكلم رسالة جي انا ارد عليك، ما تخاف. فلازم يكون في متابعة مع اخصائي تغذية، مع الفريق الطبي اللي ممكن يعطيكم التعليمات، هذا واحد. اثنين، انه فيتاميناتك وبروتيناتك تلتزم فيها بشكل جيد. ثلاثة، اللي هو طبعا احيانا يكون حجم المعدة ان يكون صغير او شيء، فلازم انا امضغ الاكل علشان ما اواجه صعوبة. انت تبلع
تاخذ لك مضغتين ثلاث تحطها في المعده تمسك لك المعده ما عاد تقدر تاكل، فتصير تكره الاكل ما عاد. امضغ كويس عشان ينزل من المعده بسهوله، تعبي معدتك خلينا نقول ثلاث اربع لقمات، مع الوقت مرونه معدتك حتزيد، حتتقبل اكل اكثر، ممكن 6 شهور سنه سنتين زي كذا. فلا في طرق معينه تجنب. طبعا احيانا بعض الناس نعطيهم اللي اوزانهم يقول لك انا ابغى ارفع يا دكتور 5 كيلو 10 كيلو، نعم نعطي شوكولاتات نعطي سكريات نعطي تمر يرفعوا، بس ارجوكم ما تسوونها كذا من غير استشاره، لان هذه قد تؤثر عليك بعدين. ايش يصير؟ وزنك ما عاد يرجع، يعني انت تزيد وبعدين بعض الناس عندي انا مثلا ما يبغى ينزل بسرعه، يعني يقول لك يا دكتور تبدا تاكل شوكولاته وسكر خاصه النساء علشان ما تنزل بسرعه، نزلت لها 10 كيلو قالت يلا خلينا اوقف، فخلينا ايش نسوي؟ هذول الناس اللي بيصير لهم هذا الحدث لا تغلط من البدايه، اترك وزنك ينزل بطبيعته وطبيبك حيقدر واخصائي التغذيه حتقدر معاك ونشوف ايش الاسباب اللي نخلي وزنك ينزل بتدرج، وفي نفس الوقت ما تصل لمرحله انه تصير عندك مقاومه، لانك اذا بدات شوكولاتات سكريات من بدري حصير عندك مقاومه. اذا نزلت وبعدين رجع بسرعه يعني وزنك معناته انك تاخذ شوكولاته وسكريات تمر. اذا نزلت بشكل ما انت تبغاه وتبغى تزيد وزنك، اوكي في طرق معينه ممكن نساعدك فيها بس ما تنزعج منها. ندرس وضعك ونشوف ايش الاسباب اللي خلت وزنك ينزل اكثر شوي ونساعدك فيها. هل ابر السكسندا تناسب اذا كان عندي خمول الغده الدرقيه؟ هذا سؤال برضه مهم. شوفي انا باخذ الاسئله اللي تمر امامي وان شاء الله نجمع الاسئله الباقيه ونحاول نجاوب عليها، سامحونا يعني. السكسندا سوري انا اعتذر من ذكر الاسم، لكن الابر وهي محدده في ابر اسبوعيه في ابر يوميه. الابر خمول الغده الدرقيه لا يمنع اخذها. هذا واحد. ايش اللي يمنع اخذها؟ انه عندي اورام في الغده الدرقيه من نوع محدد، مش كل الاورام من نوع محدد، او عند اسرتي او شيء علشان نتاكد ما عندك نسبه خطوره فيها. كم مده النحف في فيه في الابر؟ الابر عاده هي خلال يمكن تجد انك تاخذ عاده نبدا الشهر الاول ونشوف نزلت واصل مشوارك، ما نزلت في الشهر الاول معناته نسال هل انت ملتزم وما نزلت؟ يمكن ما تستفيد على المدى البعيد. ملتزم ونزلت واصل مشوار، كم النزول؟ 6 ل 10 كيلو. هل هو كل المدة؟ في ناس نزلوا إلى 15 كيلو، في ناس نزلوا أكثر، في ناس ما استجابوا، 30% ما يستجيبون من الإبر، إما إنه ما يتقبلها تغثوا زيادة تتعبوا فيوقفها، أو إنه تجد إن جسمه يستجيب يكون أنا أخذها ما حسيت بحاجة. إيش شغلة الإبر بشكل عام؟ تقلل شهيتك يعني حبك للأكل ورغبتك في الأكل، وتخلي معدتك بطيئة فتحس إنها مليانة أكل ويمكن ما تحتاج تأكل وما عندك رغبة في الأكل لأن معدتك تحس إنها مليانة. بعض الناس يحس يعني تخمة شوية فتمر مع الوقت تتعود عليها في الغالب. فهذا بالنسبة للإبر. طيب يصير جمع إبر التنحيف مع الكرمشة؟ ممكن. هل ينفع التكميم لعمر 13 سنة؟ نعم، وإحنا نشرنا حديثا في مجلة الجمعية الكلية الأمريكية للجراحين أكبر دراسة على مستوى العالم لمدة 10 سنوات للأطفال من 5 سنوات فما فوق، وكيف نتائجهم على المدى البعيد؟ نزولهم ممتاز ويحافظون على وزنهم وتخلصهم من الأمراض. الدهون العنيدة تذوب في إبرة التنحيف. شوف الدهون العنيدة يعني هي دهون نوعين، نوع يسمونها الدهون الصفراء والدهون البراون، براون فات البنية، البنية ما تسبب سمنة، الصفراء هي سبب السمنة أو من أثار السمنة وتشتغل زي الهرمون في جسمك. العند ليس بالدهون فقط، العند هو في نظام في غذاء في خلينا نقول الحرق العيض عندنا. ما عاد يحرق جسمنا، نسوي حمية وحمية وحمية ويتعود جسمنا على الحمية، فبدل ما كان يحرق 3000 سعرة حرارية صار يحرق 1500 سعرة حرارية، لأنه يدخل في مسار آخر اسمه starvation mode أو مسار المجاعة. مسار المجاعة هذا يعود جسمك يقول أنت ما أنت محتاج شيء أو أنت في مجاعة فلا تحرق السعرات الحرارية اللي تجيك لأنه ممكن نحتاجها بعدين. فهذا اللي يصير عند الناس، يصير يتعودون فما عاد يحرق جسمهم، يصير نزولهم عند في عناد في نزول الوزن بهالأسباب. تكرار الحميات لا يعني انك ما تسوي حمية، سوي حمية سويها بشكل صحي، بس انه هذه احد الأسباب. عندنا أسئلة كثيرة، خلينا نشوف. الكبسولة الذكية للأطفال تحت فوق 15 سنة، نعم. الكرمشة اللي سوى تكميم قبل سنتين، نعم تنفع الكرمشة بعد التكميم. طبعا احنا نحاول يقولون نرفع الصوت، ان شاء الله نرفع الصوت بس ما عارفين كيف نرفع الصوت، يمكن نسوي ميكروفون ولا نسوي سماعة. نعدكم المرة الجاية نضبط الأمور لكم ان شاء الله هنا، ولا نحاسب الناس اللي مسؤولين عن الصوت، ايش رأيك؟
طيب خلينا نشوف المسؤولين عن الصوت الله يعينهم الليلة. طيب عندنا الكبسولة الذكية للأطفال ممكن بس فوق 15 سنة، تحت 15 سنة لا. حتى أيضا دائما أنا أقول لمرضاي الكبسولة الذكية والبالون العادي اللي نحطه بالمنظار هما فكرة واحدة، هما بالون جوا معدة، كرة جوا المعدة، كيف حطيناها وكيف طلعت هذا الفرق. الكبسولة الذكية طلعناها كذا طلعت بنفسها بعد 4 شهور، بينما البالون الثاني حطيناه بالمنظار وشلناه بالمنظار بعد سنة، بس في النهاية عندك كرة جوا معدتك فتصلح لهم اللي فوق 15 سنة. هل أستطيع عمل الكرمشة إذا عمل تكميم؟ نعم. بعد إجراء الكرمشة هل يحدث توسع المعدة؟ المعدة ترجع طبيعي. هذا سؤال متكرر، كرمشة بالون. أنا البالون دائما يسألون فيه كثير، يقول طيب يا دكتور سويت بالون تكبر معدة. هي نوعا ما ممكن تكبر بس مش بالكبر اللي نقول إنه حجم كبير، بس اللي الشيء اللي يكبر فيها جدار المعدة يصير سميك، ولهذا ما ننصح إنك تشيل البالون وتقص المعدة في نفس الوقت سوي تكميم، تركها على الأقل 2 3 شهور لما تهدى المعدة شوية ونقصها. المعدة بعد الكرمشة بعد البالون في الغالب ترجع طبيعي، إذا كان خيوط ترجع المعدة طبيعي. تقنية التف وهي تقنية حديثة وهي نازلة تقريبا لكم نوعا ما سجل واضح أو شرح لها بسيط، بس إنما بشكل عام تقنية الارتجاع المريئي في السابق كنا نسويه عن طريق العملية الجراحية. يعني طبعا أنت تبدأ عندك ارتجاع مريئي، حموضة شديدة في المريء في المعدة لأن الحمض اللي في المعدة يطلع برا، ولما ما تنجح الأدوية أو تأخذ أدوية فترة معينة من الزمن ولما توقفها يرجع، أو تأخذ أدوية وما يستجيب، هنا تفكر في الخيارات الأخرى غير الأدوية. الخيارات في السابق هي منظار بطن، وعملية ما هي صعبة، يعني عملية اللي يغطي المعدة حول عمق المريء عشان قوي، هذا اسمها نسن، عملية نسن غالبا نسويها مدتها ساعة ويطلع المريض في نفس اليوم أو اليوم الثاني. الآن في تقنية حديثة ما فيها جروح زي عملية الكرمشة برضو زي عملية المنظار، هي منظار للفم، تدخل من الفم وتخيط المعدة من جوا، تخيط مش المعدة، تخيط عمق المريء، فاللي عنده رخاوة في عمق المريء تلف له المريء من الداخل أو أسفل المريء مع المعدة بحيث أنه تقويها وتقوي زي الصمام بحيث أنه يمنع نزول أو رجوع الحموضة إلى المريء، وهي فعالة تقريبا زي فعالية الجراحة، وهي تقنية مصرح بها من هيئة الدواء والغذاء والسعودية والأمريكية ومعتمدة، ومن العمليات الحديثة اللي فعلا لها تأثير كبير، ونتوقع يتوقعون الناس أنها الآن تحل محل العمليات الجراحية إلا لحالات محددة. هل ممكن تصلح الواحد عنده فتق عمق المريء؟ 2-3 سنتي ممكن تصلح معه، ممكن أيضا تجرى معها عملية فتق المريء، ممكن كل هذه الإجراءات تعمل. أيضا في سؤال على الارتخاء المريء، نعم هل تنفع تقنية التف مع؟ نعم تنفع. ما هو حل ارتجاع المريء عند الأطفال؟ ارتجاع المريء أسبابه، أنا لازم نبحث هل أسبابه في فتق في عمق المريء؟ هل أسبابه رخوة في عمق المريء؟ سهل جدا، التقنية دي ما تصلح للناس اللي تحت 18 سنة لحد الآن، الجهاز كبير شوية، بينما اللي تحت 12 سنة أو اللي فوق 12 سنة وهو ما يبغى هالتقنية، أو تحت 12 سنة وما تصلح له هذا التقنية، نلجأ إلى العمليات زي ما ذكرت اللي هي النسل، وأيضا هي عملية نسويها بيوم واحد ويطلع المريض أيضا. هل هناك احتمال شبه الأمراض المزمنة مثل الضغط السكري بعد عمليات السمنة؟ نعم 100% بإذن الله سبحانه وتعالى. عندك كل ما بكرت في إجراء عمليات سمنة لهذه الأمراض المزمنة كل ما تحسنت منها. السكر يمكن نصل إلى 100%، خاصة لي مين اللي تحسن دائم، هذا سؤال حتى في الأوساط العلمية، هل ممكن نتوقع مين اللي بيشفى 100% ومين اللي أقل شفاء؟ كل ما كانت مدتك قصيرة أقل من 5 سنوات كل ما كان شفائك أكثر، كل ما كنت على الإبر على الحبوب أكثر من الإبر كل ما كان هذا لا يعني أنك تقول أنا أوقف الإبر وأروح الحبوب، لا، هذا يدل على أن مرضك قوي شوية وأنك تحتاج إبر، خذ الإبر وإن شاء الله في شفاء، بس إنه يكون معناته ان البنكرياس انتاجها صار اقل. فلهذا هذه من العلامات اللي لازم الواحد ينتبه لها، انه اذا شخصت وعملي وزنك عالي وعندك سكر العمليات هذه يشفى باذن الله سبحانه وتعالى. الاثار الجانبيه الاكثر شيوعا للتكميم طبعا يعني
يمكن الغثيان الترجيح، هذه اشياء نقدر نتغلب عليها زي ما ذكرنا، الامساك نتغلب عليه، تسريب 1% نادر جدا واذا حصل له حل ان شاء الله. نقص الفيتامينات وهذه مهمه جدا، فيتامين ب لازم تلتزم، لازم اذا صار عندك مشكله، خلينا نقول صار عندك ارتجاع، ما قدرت تتحمل تشرب، ما قدرت تاكل، كلم طبيبك وتابع معه، لا تطنش، لانه في كل شيء له حل، ما تخاف، كل شيء له حل، بس لا تطنش، هذه مهمه جدا. عندنا بعض الأسئلة، هل أستطيع، طيب نحاول شوف العمليات مثل الكرمشة ولا البالون في الحمل دائما ننصح بعد 6 شهور إلى سنة، لأنه بالذات البالون لو حملت مع البالون لازم تشيله، أو أنه يعني عادة نشيله بعد 3 شهور، يعني خلينا نقول حطيت البالون الآن والمرأة حملت بعد 3 شهور من الحمل، ننتظر في ال3 شهور الثانية من الحمل ونشيل، ما نخلي الأخير لأنه ما يصلح إنه يستمر الحمل وهو موجود. والكرمشة طبعا لا، ممكن تعمل 3 شهور 6 شهور، يفضل بعد 6 شهور، التكميم بعد 6 شهور لسنة، يفضل بعد سنة. الدراسات العلمية تقول دائما بعد سنة سنة ونص، فعليا في الواقع أنت السنة 6 شهور السنة الأولى مهمة جدا إنك تحاول تتفادى الحمل، لأن هذا مهم جدا. اللهم صل على محمد، نعم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. هل خيوط الكرمشة تذوب؟ لا ما تذوب، ولكن ممكن تضعف وترتخي مع الوقت، ويجب انك تنتبه لها النقاط، احنا تحافظ عليها كيف تمضغ كويس، تاكل صحي، وحجم الاكل اللي تدخله معدتك حتعرف مع الوقت انه هذا الحجم اللي يتناسب معدتي، وبالتالي تقدر تحافظ عليه. هل في شفاء من الضغط لطفل عمره 12 سنة بعد التكميم؟ نعم، اذا كان سبب الضغط هو السمنة. طيب نشوف إذا بدنا نساعدكم ببعض الأسئلة. سوي شفط ونحت أو مو من اختصاصك؟ مو من اختصاصي، بس عندنا زملاء يمكن 5 استشاريين ما شاء الله تجميل كلهم يسوون شفط ونحت. بس على فكرة مهم جدا، ولأن هذه تتكرر، إذا كتلة جسمك فوق 30 معظم الناس ما يسوون، 100% فوق 35 ما يسوون لك لا شفط ولا شد بطن ولا نحت، فوق ال30 ايضا معظم الناس بيسويها، يقول لك نزل وزنك تعال. طيب عندنا بعد الاسئله، طيب نشوف هنا عندك السؤال، في اسئله كثيره بتقول انا وزني 85 ودم تراكمي السكر واصل 6.5، يقولون معرضه للسكر. طيب طولك كم عشان أعرف؟ ودائما السكر إذا سببه الوزن 100% لازم الواحد ينتبه لهالنقاط من أجل يتجنب الأمور هذه، لأنه يعني إذا فعلا وزننا عالي، لازم إحنا وزننا عالي وعندي تراكمي عالي، معناته أنه الغالب السبب في هذا هو السمنة. فنعم الحل أيضا أنه وزني 84 طولي 55، يعني عندك كم؟ عندك 31 كيلو زيادة. وش ناسبني 30 كيلو؟ خليني أعطيكم حاجة بسيطة لكم، وزنك من 10 إلى 15 إبر أو بالون، 15 إلى 20 كرمشة، 20 ويمكن 15 إلى 25 كرمشة، 25 30 ممكن نفكر بالكرمشة إذا عندي سكر ضغط في التكميم، سكر ضغط كوليسترول دهون هذه الأشياء مضاعفة سمنة، عندي 30 فما فوق خيار الأفضل مع التكميم، لأنه ينزلني أفضل وحافظ عليه أكثر. طيب أنا مين؟ أنا ما أبغى تكميم نهائيا، رافض التكميم من ذهني وأبغى خيارات تحته، حروح الكرمشة. إذا والله يقول لك أنا لا، أنا أبغى أفضل شيء لي وأنا عندي سكر وأنا عندي ضغط، روح التكميم لأنه أحسن لك، ينزل وزنك أكثر وتحافظ عليه على المدى البعيد. طيب عندنا أسئلة ثانية اللي هي جرثومة المعدة، هل أقدر أسوي العملية؟ هذا سؤال أيضا مهم. جرثومة المعدة إيش يعني كرمشة؟ خلينا قبل جرثومة المعدة، شوف كرمشة هذا اسم أنا أطلقته عليها، كلمة كرمشة اسمها بالعلمي إندوسكوبيك جاستروبلاستي، اللي هو خياطة المعدة أو تكميم بدون جراحة أو خياطة المعدة من الداخل. جرثومة المعدة شوف 70%
من اللي نسوي لهم عمليات تكميم، لو اخذنا العينه احنا سوينا دراسه على شيء، اخذت المعده وديتها للمختبر تجد فيها جرثومه معده. فجرثومه المعده شائعه في المجتمع السعودي بالذات، في كثير من المجتمعات يبقى هل هي عندها اعراض ما عندها اعراض، ما عندها اعراض ما تقلقين امورك طيبه، تشخصتي وبدأوا علاج الجرثومه اسبوعين امورك طيبه، ما تشخص وسويت العمليه حتكون امورك طيبه، ويفضل انها تعالج اذا تشخصت قبل العمليه وبعدين تسوي العمليه. الغثيان بعد الكبسوله هذا شيء طبيعي. الاسبوع الاول مزعج، دكتور ولدت قبل 6 شهور صار وزني 70 وطولي 56، يعني عندك حوالي كم 14 كيلو سوي، احس اني منتفخه ايش الفعل. شوف 6 شهور يعني طبعا بعد الولاده لا شك ان الوزن يزيد في الولاده وزي كذا خيوط. طيب الكرمشه الدكتور تمسك هذا. طيب عندنا الدكتور سويت عمليه تكميم عندك لشهر، عندي غصه بالمويه. الغصه بالمويه هذه مهمه جدا نقدر نتجنبها، شكل المويه شويه باشياء اخرى، يعني ممكن تضيف شويه عسل تمشي معه، ما هو كثير شويه، ممكن تغير نوع المويه، عده انواع من المويات تمشي. ارجو توصلين مع اخصائي التغذيه علشان اعطيك بعض التعليمات مهمه جدا، عندكم ارقامهم احنا اوريدي نعطيهم كل المرضى. فنغير نوع المويه، نشرب انواع مختلفه، يعني زي المويه تختلف عن مويه، نشرب مويه منكهه مش ذو نكهه، وذو نكهه مويه ثانيه، فهمتوا كيف؟ فنشرب بعدين. فالفكره انه نشرب مويه المنكهه عشان تمشي امورنا كويس، وينسوا النعناع الحاجات هذه، هذه حتكون اموركم طيبه، فما تقلقوا منها، لانه سبحان الله بعض المويات تسبب لك كذا كمش معدتك او مدخل المعده اللي هو المريء ينكمش معك. غصه. طيب عندنا عمليات تجميل بعد السمنه. عمليات تجميل فكروا فيها، فكروا فيها بعد 6 سنة من العملية. ليش؟ استقر وزنك أمورك طيبة سوي العملية إذا تحتاجها، وابدأ رياضة من بدري لأنه قد تشيل عنك أشياء كثيرة ما تحتاجها. يعني فكر في عملية تجميل بعد سنة، ولكن أرجوك ما تطنش سنة وبعدين بعد سنة تقول والله بسوي عملية. اشتغل من 6 شهور 1.5 شهر اشتغل الرياضة الجيم اللي هذه بقي لكم دقيقتين ترى ما في غيرها، بعدين خلص بعدين نشوفكم الأسبوع الجاي إن شاء الله. خلينا سريع على عندك عمليات تجميل. اوكي خلصنا منها. عندي هنا اللي هو السؤال طيب ايش الابر؟ طبعا انا اعذروني في انه في ناس يسالون ايش الابر. طبعا من ناحيه علميه، من ناحيه خلينا نقول تجاريا ما مفروض ان نذكر اسم ابر هذه او هذه، ولكن في ابر زي ما ذكرت عده انواع، نوعين يعني هي الموجود في السوق، نوع اسبوعي ونوع يومي، وهذه كلها ان شاء الله مفيده. انا راجع مستشفى وكتله مثل اللي قالوا لي لا 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 عندك امراض مزمنه. شوفي هذا ترى قصتك هذه تجيني كثير. يعني أنا دائم أؤمن إن التقييم الأمثل للمريض هذا أهم شيء. قد يجيك مريض عنده أمراض كثيرة جدا وتجد أن تقيمه، تشوف قلبه كيف، تنفسه كيف، كل الأمور هذه تقدر تتغلب عليها إن شاء الله. أنا أعتذر منكم لأنه خليني آخر شيء، هل اللي تولد قيصري تسوي تكميم؟ اللي تولد قيصري طبيعي 10 قيصريات تسوي تكميم برضه ما في مشكلة، ما تخافون. تحياتي لكم، بقينا نص ساعة بس للحياة الصعبة. نشوفكم إن شاء الله الأسبوع الجاي. تحياتي لكم، نشوفكم على خير إن شاء الله. يعني شكرا.